أهلا بكم. في سياق مختلف ومتحرك يصوت الناخبون في المغرب لاختيار أعضاء مجلس النواب يوم 25 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري في أول انتخابات بعد تعديلات دستورية وصفت بأنها قد تمهد الطريق أمام الانتقال إلى ملكية دستورية. وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب هذه السنة وسط أحداث الربيع العربي وما رافقه من ثورات وانتخابات فاز بها الإسلاميون في الجوار التونسي. الحملة الانتخابية التي ستنتهي قبل يوم من موعد الاقتراع وصفها البعض بالبرودة واللامبالاة، في حين رأى آخرون في بطء نسقها نجاحا نسبيا لدعوات المقاطعة التي حملت لواءها حركة 20 فبراير وحركة العدل والإحسان، في حين يبرر ذلك مراقبون من داخل المغرب بحالة شك وتوجس لدى الناخب المغربي في إمكانية التغيير عبر الانتخابات بالنظر إلى تجارب سابقة. في المقابل أيدت الأحزاب الرئيسية الانتخابات ودعت أنصارها للإقبال على التصويت بكثافة. أسئلة مهمة أبحثها مع ضيوفنا. أهلا بكم مشاهدين ومستمعين، أنا مكي هلال، يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من أجندة مفتوحة مغاربية. معنا في الاستوديو السيد محمد الكثير، الباحث والمحلل السياسي المغربي، ومن الرباط ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية السيد عبد الوهاب الطراف عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تراقب الانتخابات. كذلك سيكون معنا عبر الهاتف من المغرب تامر أبو القاسم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك مصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية، وضيوف آخرون. أهلا بكم جميعا. لكن قبل أن نبدأ الحوار، هذه نظرة على انتخابات المغرب 2011. هذه هي رابع انتخابات تجرى في المغرب منذ بدء عملية التناوب عام 1997، وقد جرت انتخابات في العام 2002 و2007. يبلغ عدد مقاعد البرلمان 395 مقعدا، ويتنافس 5392 مرشحا لدخول البرلمان، ومعظم هؤلاء المرشحين ينتمون للأحزاب، حيث يتنافس أكثر من 30 حزبا في هذه الانتخابات، ومن أبرز هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. وقد شكلت هذه الأحزاب مجموعة من التحالفات، أبرزها التحالف من أجل الديمقراطية، ويعرف إعلاميا بالجي 8 لكونه يضم 8 أحزاب هي خليط من مجموعة أحزاب بقيادة الأصالة والمعاصرة. والهدف من هذا التحالف هو تجميع أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. الكتلة الديمقراطية، وهو تحالف يجمع 3 أحزاب هي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف قاد الحكومة في السنوات الأخيرة. نبدأ مشاهدينا ومستمعينا حوارنا عن الانتخابات المغربية. أبدأ معك سيد محمد الكثيري معنا ضيفا في الاستوديو. هل من خصوصية ما لهذه الانتخابات التشريعية المبكرة من حيث السياق العربي والإقليمي، ومن حيث ورودها أيضا بعد مشروع الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية الذي نجح بنسبة كبيرة؟ شكرا على الدعوة، وسؤال جد مهم. بدون شك بأن هذه الانتخابات وهذه الاستحقاقات الانتخابية قبل الأوان التي تم إعلان عليها يعني من طرف الحكومة المغربية بعد أشهر مضت، أتت في سياق إقليمي تميز بحركات شعبية وثورية في عديد من البلدان العربية، بعضها أثمر الآن كما هو الحال في تونس عن تنظيم انتخابات وفوز حزب النهضة. نعم. وفي البلدان الأخرى يعني انتهت الثورة يعني بطريقة مختلفة، وربما تثمر على نفس المنوال في تونس على انتخابات المجلس التأسيسي. نعم، في مصر أيضا ننتظر انتخابات، لأنه اللافت في المغرب ربما أنه انتخابات بدون ثورة حقيقة، حتى الحراك كان محتشما الذي دعت إليه 20 فبراير. هذه الخصوصية المغربية هل هي عامل مميز يخدم الاقتراع في المغرب، أم أنه قد يرمي به أيضا إلى حالة الشك والتوجس التي أشرنا إليها في المقدمة التي يستشعرها المغاربة بالنظر إلى تجارب سابقة؟ لا، بدون شك الثورة يعني الحراك في الشارع المغربي بدون شك حدث مع حركة 20 فبراير، والمكونات السياسية التي انضمت إلى هذه الحركة في البداية يعني سرعت وتيرة الإصلاح السياسي الذي بدأ لأكثر من 10 سنوات داخل المغرب. وهذا التسريع هذا هو الذي نراه في إصلاح دستوري داخل المملكة، وكنتيجة لهذا الإصلاح الدستوري تم تقديم الانتخابات التي كان من المفترض أن تنظم في السنة المقبلة. نعم.
هل هذا يعطي يعني تمييز؟ التمييز للحالة المغربية هو السلم الذي يعني ميز الحراك الشعبي داخل المغرب بالمقارنة ببلدان أخرى في الجوار. هناك من يقول سيد محمد في المقابل أن التبكير بالانتخابات أو أن تكون مبكرة هي ضربة استباقية لكل ثورة وأي إمكانية لثورة قادمة للمغرب، ما رأيك؟ بدون شك وقع تغيير داخل المؤسسات الدستورية اللي هي البرلمان أو حتى الإصلاحات، هناك من يراها استباقية. نعم، بضغط من الشارع جاءت بعبارة أخرى. بدون شك أنا أقول يعني تم تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية، يعني كانت ربما يعني في ذهن جميع الأطراف السياسية المتواجدة داخل البلد الحراك الشعبي أو يعني على ضوء الربيع العربي. نعم، سرع هذه الإصلاحات هذه، ربما تكون يعني عملية استباقية. نعم، لجذ الغضب وبنفس الوقت يعني رمي الكرة إلى 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 ملعب آخر، الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. بدون شك. نعم. بدون نعم. شك. أسأل سيد عبد الوهاب الطراف في المغرب، قراءتك أنت لهذه الخصوصية هذه السنة وبالنظر إلى تجارب سابقة شاركتم في مراقبتها ورصدها انطلاقا من المنظمة التي تمثلها وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ما الخصوصية هذه المرة؟ طبعا نحن نعتبر الخصوصية بالنسبة للانتخابات القادمة يعني 25 نوفمبر هو أنه جاءت بعد دستور فتح يوليوز 2011 الذي نص في المادة 11 على أن الانتخاب على أن التمثيل أو الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وبالتالي نص أيضا في هذه المادة 11 من الدستور على أنه ينبغي إصدار قانون يحدد شروط وكيفيات إجراء ملاحظة الانتخابات طبقا للمعايير متعارف عليها دوليا. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ليست أول مرة تقوم بمهمة الملاحظة، طبعا منذ 97 ومنذ تأسيسها 1988 وهي تربط بين الديمقراطية. عفوا حتى أفهم منك أكثر سيد الطراف قبل أن نمضي في تجربة هذه السنة، هل أفهم من كلامك أن إيراد هذا الفصل في الإصلاحات الدستورية الأخيرة أن التجارب السابقة لم تكن لتحظى بمراقبة نزيهة وشفافة؟ اولا اسمح لي سيدي ان اصحح، ليست هناك يعني لا نقوم بمراقبه، ملاحظه، هناك ملاحظه انتخابات فقط. هو فرق في التوصيف لغويا ربما لكن الفعل نفسه. لا، الملاحظه نعني بها طبقا للقانون، يعني بعد كما قلت الدستور فاتح يوليوز 2011 نص في بونده في فقره خاصه انه ينبغي اصدار قانون يحدد شروط وكيفيات إجراء الملاحظة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. طيب ما الفرق تقنيا، عفوا لو وضحت لي كمختص، ما الفرق تقنيا ما بين الملاحظة والمراقبة؟ أنتم مكلفون بإصدار تقارير تقييمية أيضا، أليس كذلك؟ نعم، ولكن المراقبة قد يفهم منها بأن الملاحظ قد يتدخل في سير العملية الانتخابية، ولكن الملاحظ طبقا للقانون 3011 المتعلق يعني المحدد الذي يحدد شروط واجراء كيفيه الملاحظه للانتخابات لا يتدخل في سير العمل الانتخابيه، وفقط يقوم بانجاز برصد العمل الانتخابي، سير العمل الانتخابي منذ بدايتها الى نهايتها، يعني بعد حتى اعلان نتائج الانتخابات ورصد الطعون وغير ذلك. والى من ترفعون تقاريركم؟ يقوم بتقييم العملية الانتخابية وإصدار تقارير وتوصيات ويقدمها للجهات المعنية. نحن من هي سنقدمها للمجلس الوطني. سنقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقوم بتقديمها للجهات المعنية سواء كل قطاع في يعني كل هل قطاع تقدمونها أيضا لوزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات؟ نحن يعني لدينا ارتباط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنقدم هذا التقرير لنا. نعم واضح فكرة المراقبة. تفضل تابع سيد الطراف. نعم تفضل تابع إن كان لديك ما تضيف في هذا الصدد. لم تجبني عن سؤالي أنه الانتخابات السابقة هذه الرابعة بعد تجربة التداول هل غاب عنها مراقبة أو ملاحظة ممأسسة أو ينص عليها الدستور؟ أنا لم أقل بغابت ملاحظة، فعلا كما قلت لكم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ 97 وهي تقوم بالملاحظة، ولكن الفرق بين هذه يعني في الانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر هو أنه جاءت في دستور في إطار دستور جديد وفاتح يوليوز الذي لأول مرة ينص يعني على أن الانتخابات ينبغي أن تكون حرة ونزيهة، وأيضا يعني نص على أنه ينبغي إصدار قانون
يؤطر عمليه الملاحظه. كان هناك فراغ تشريعي لعمليه الملاحظه. انا اسالك عن التجارب السابقه، هل نفهم من كلامك ان التجارب السابقه اعوزتها الشفافيه والنزاهه ربما؟ هذا ما يقوله الناخب المغربي على الاقل. طبعا كانت يعني التقارير السابقه للهيئات التي قامت بعمليه الملاحظه فعلا رصدت هذه الخروقات والتجاوزات التي كانت في الانتخابات السابقه. واذا رجعتم الى بالنسبه للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان، صادرت العديد من التقارير والتوصيات وضمنتها العديد من الخروقات والتجاوزات وقدمت توصيات، ونعتبر بان العديد من التوصيات تم الاستجابه اليها في اطار المنظومه القانونيه للانتخابات حاليا، وقانون الملاحظه 311 يعتبر جزء من هذه الاستجابه. طيب اود ان اسال في هذا السياق، اي ضمانه ايضا اي ضمانه تقدمون للناخب المغربي وهو الذي ربما صار يعتريه كثير من الشك وحتى الزهد في السياسه وانعدام الثقه في الطبقه السياسيه برمتها داخل المغرب بالنظر الى استحقاقات سابقه، خصوصيه هذه السنه؟ اي ضمانات تقدمون والهيكل الذي يشرف ما يزال وزاره الداخليه بكل الانتقادات التي يمكن ان توجه الى هذه الجهه؟ ليس هناك من هيئه مستقله في المغرب كما في تونس او كما حدث في العراق في السابق، أي ضمانات تقدمون كهيئة حقوقية أنتم؟ نحن بالنسبة إلينا في هذه المهمة حاليا لا يحق لي أن أتحدث عن انتقادات متعلقة بالسير بالمنظومة القانونية أو الجهات المشرفة على العمل الانتخابي. أتحدث عن ضمانات وليس عن انتقادات سيد تراب. نحن لا نقدم ضمانات، نحن سنقوم بمهمة مهمتنا حاليا، نحن مهمتنا في رصد سير العملية الانتخابية طبعا. نعم. وسنقدم تقاريرنا في 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 بعد الرصد مهم، لكن يبقى ليس غاية في حد ذاته. بالتأكيد ما ينتج عن الرصد أي التقارير والتداول العام بشأنها قد يقول مراقبون إنه الأهم. آخذ اتصالا من السيد ثامر أبو القاسم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة. سيد أبو القاسم، كثيرا ما توصفون بأنكم حزب المخزن وحزب صديق الملك وحزب الدولة والسلطة في النهاية، هل هذا الاقتراع سيمثل منعرج لكم لتنأوا بأنفسكم عن هذه الصفة التي لزمتكم طويلا؟ في البداية أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج، ولكن أريد أن أستثير بعض الملاحظات على رأسها ما ورد في سؤالكم، والسمات التي أو الصفات أو النعوت التي يتوجه بها بعض المنافسين السياسيين لدينا هنا في المغرب، واقصد بهم الاتجاه المحافظ واللي تتمثل اساسا في حزب العداله والتنميه. اعتقد ان كل هذه النعوت لا اساس لها من الصحه كما يعتقد ذلك الراي العام الوطني في المغرب، وبالتالي حزب الاصاله والمعاصره هو حزب هو حديث العهد بالعمل السياسي من منطقه التاسيس اللي كان وقع سنة 2008، وهو الحزب اللي أساسا بنى تقديره السياسي على أن المغرب يقطع أشواطا في اتجاه الوصول إلى التطبيع الديمقراطي بين كل الفاعلين. أليس أمينه العام هو علي الهمة صديق دراسة الملك وطفولته وصديقه فيما بعد؟ ما المسافة التي تتخذونها من القصر الآن أنتم وأنتم مقبلون على فترة سياسية جديدة؟ هذه الصفات يا أخي هذه الصفات التي ترتكزون عليها هي لا تشكل أي عائق في اتجاه العمل نحو تقعيد الديمقراطية داخل المغرب. نحن نحصل لنا الشرف أن يكون صديق الملك هو من الناس الداعمين للمسار ديال الديمقراطية داخل المغرب، من الداعمين للمسار ديال التحديث في المغرب، لكن هذه الأسطوانة المشروخة التي اعتمدها هذا الحزب طيب عدا عن هذه او عدا عن ما وصفته بالاستوانه، بماذا تدخلون الانتخابات المغربيه الان؟ برنامجكم، تمايزكم وتمايزكم عن الاحزاب الاخرى؟ اذا سمحت اخي الفضيل تفضل. نحن كحزب اصاله ومعاصره ندخل الى معترك التنافس السياسي حاليا من منطلق تقدير سياسي قائم على ان المغرب يشكل تجربه نموذجيه في الوطن العربي بكامله. هذه التجربه التي استطاعت ان تراكم مجموعه من الايجابيات من خلال الاصلاحات الهيكليه الكبرى التي انطلقت في اواخر التسعينات، ولدينا تقدير خاص لهذه التراكمات الايجابيه. فقط الاصلاحات الهيكليه الكبرى طالت المجال الاقتصادي، طالت بعض المجالات الاجتماعيه،
ينبغي أن نقويها وأن نعززها وأن نرسخها، وبقي المجال السياسي والمؤسساتي كتتويج لعملية الإصلاحات الكبرى التي انطلقت كما ذكرت منذ أواخر التسعينات. واضح. هل 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 دعني أسأل السيد أبو القاسم لو سمح، هل تدركون أن اللحظة تغيرت أيضا في محيطكم الإقليمي بعد الربيع العربي؟ أحزاب السلطة أو ما يوصف بأحزاب السلطة كتجمع في تونس سار إلى انهيار. أحزاب السلطة أو ما يوصف بها، هل لها الآن أن تجترح برامج تنافس بها ويكون لها حضور سياسي حقيقي بين الناس وليس استقواء بالمخزن أو الحاكم أو السلطة مهما كان مصدرها؟ الأحزاب التي تتهاوى الآن في الأنظمة العربية يا أخي الفاضل هي أحزاب ذات طابع شمولي سلطوي متسلط مستبد من منطلقة ما كانت هذه الأحزاب. أنتم تصنفون ضمنها أو خارجها؟ في المجال كامل. لا أكيد نحن قوة ديمقراطية فاعلة في الحق السياسي المغربي بكل معايير التي تساعد عن طبيعة هذا النمط الحزبي اللي عرفوا العالم العربي. والمؤكد كذلك هو أن القوى المحافظة الموجودة عندنا في المغرب الآن والتي تناهض وتشكك في هذه المسارات هذه هي التي تتحمل من مرجعية الأحزاب الحاكمة السابقة اللي كتنهار دابا حاليا واحدة تلو الأخرى. يا أخي دعني أفصل لك القول. نعم. قلت إن التقدير السياسي الحالي يدخل في اتجاه أن الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أقيمت على المستويات كلها اللي ذكرتها والآن هي تتوج بمسار إصلاح مؤسساتي وسياسي انطلق معها الصوت على الدستور اللي صوت عليه غالبية المغاربة. والآن نحن في محطة 25 نوفمبر أي محطة الانتخابات التشريعية هي أول محطة اللي فيها التحدي مطروح حول التنزيل ديال المضامين وديال الروح ديال الدستور كيف نجا فيها نعم. لنعود إلى التنافس السياسي أيضا، أنتم تتزعمون تحالفا ديمقراطيا يأتي ربما لمقارعة العدالة والتنمية، هل تخشون فوز العدالة والتنمية باستحضار المثال التونسي بجانبكم؟ هل تخشونه؟ يا أخي نحن لا نخشى أي طرف، نحن لا نخشى أي طرف طالما هناك تشبث من طرفنا قوي وإيمان راسخ بأن عملية التنافس الديمقراطي ينبغي أن تأخذ مداها. لكن أن يكون هذا التنافس مشوبا بطبع من شكيك كما يفعل ذلك حزب العدالة والتنمية، أن يكون مشوبا بإقصاء وتهميش كل الأحزاب، وأن يكون مشوبا بحد الرغبة الجانحة ديال حزب العدالة والتنمية في أن يتحمل المسؤولية داخل الموقع الحكومي المقبل، نقول إن صناديق الاقتراع هي الكفيلة وحدها. نعم، نقطة مهمة. نعم، والشعب المغربي وحده الكفيل بأن يعطي إمكانية. والأخ سيد ثامر في هذا السياق بالذات الذي ذكرت في هذه النقطة، معنا أيضا السيد مصطفى رميد ممثل العدالة والتنمية عضو المكتب السياسي لهذا الحزب. سيد مصطفى هل تسمعني بدءا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مصطفى الرميد ممثل العدالة والتنمية في حلقة اليوم حتى يرد. أعود معك، سنأتي على جانب التنافس الحزبي. أعود معك سيد محمد الكثير كقارئ وباحث سياسي مختص بالشأن المغربي ومتابع لما يحدث في شمال إفريقيا. صعود النهضة في تونس، هناك من يقول أنه يمكن أن يلهم العدالة والتنمية ويلهم الناخب المغربي أيضا ويدفع به إلى منح فرصة الحكم لحزب إسلامي، وهذا لم يحدث في السابق، هل هذا وارد؟ أنا كنظن يعني حزب ديال النهضة، فوز حزب النهضة في تونس يعني شجع الحزب ديال العدالة والتنمية يعني في أول الأمر، يعني أعطاه أمل بأن ممكن إذا كانت انتخابات نزيهة وشفافة داخل أي بلد يعني الإسلاميين عندهم حظ كبير يعني من أجل الفوز، باعتبار وجود نقاط ديال نقاط تجانس بين شعوب المنطقة. في نفس الوقت اللي كنظن بأن النقطة الثانية اللي مهمة بالنسبة لأي حزب في المغرب هي وجود مشاركة سياسية كبيرة من داخل هذه الانتخابات المقبلة. لعل الرهان في العدالة والتنمية هي نسبة المشاركة، هل تتوقع نسبة مشاركة مرتفعة بأمانة؟ هناك حالة من البرودة والعزوف في الحرب الانتخابية. أظن ربما تكون أكبر من نسبة المشاركة التي تم تحقيقها سنة 2007،
اللي كانت ربما حول 37%. نعم كانت متدنية بدون شك بمقارنة بانتخابات أخرى، أو يعني كنسبة في ربما التشريعيات كانت دائما تحظى بنسب مشاركة غير مرتفعة على عكس البلديات. ما السبب في ذلك، أو هل القاعدة ستكسر هذه المرة سيد محمد؟ كان غالب الظن يعني كانت النظرة ديال المواطنين إلى عمل المؤسسات التشريعية داخل البلدية كانت نظرة يعني لا يشوبها كثير من الاحترام، يعني كانت ينظر لهذه المؤسسات بأنها يعني ليست لها الصلاحيات لتفعيل سياسات يمكن أن تمس حياة المواطنين وسياسة ومسار الدولة. عذرا السيد محمد للمقاطعة، يقال لي أنه أعدنا الاتصال بالسيد مصطفى رميد عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية. سيد مصطفى هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك سيدي الكريم. كنت أسألك عفوا حينما انقطع الاتصال بك عن لوم يوجه لكم بأنكم ربما قبل أن يصار إلى الاقتراع تتهمون وتلوحون وتهددون بالمقاطعة والانضمام إلى المقاطعين 20 فبراير والعدل والإحسان وما شابه، قبل أن تجري حتى الانتخابات تتهمون أحزابا مقربة من السلطة بين معقفين بإمكانية التزوير. لماذا هذا الاستباق لأمر لم يحدث؟ سيدي الكريم، الواقع أن السلطات المغربية آثرت منذ مدة أن لا تسير في الاتجاه الصحيح، وقامت بخلق حزب سلطوي هو الأثار والمعاصرة. هذا الحزب الذي جمع مجموعة من الإخوة من أصحاب الفكر يساري سابقا والذين أخذوا موقعا مخزنيا في المرحلة الحالية، التحالف الديمقراطي والتكتل، هذا من حقه في العمل السياسي والتدافع السياسي. أنا لم أقل غير ذلك، لكن أردت أن أوضح لك طبيعة الأثار والمعاصرة، والذي أراد أن تكون له قوة انتخابية فقامت السلطة بجميع وسائلها الرمزية والمعنوية والمادية بالضغط على الأعيان وأصحاب المصالح والمال الذين انضموا بكثافه الى هذا الحزب. وبالطبع فان الهدف كان وظل وما زال هو تهميش العداله والتنميه. وفيما يثيركم ذلك ان كان لكم امتداد شعبي واسع كما تقولون؟ نحن نتحدث عن اصول العمل الديمقراطي الذي لا ينبغي ان تتدخل فيه السلطه بوسائلها للتغيير فيها حزبيه على حساب جهه حزبيه اخرى. نعم. عدم استغلال هشاشه الاخلاقيه للبعض لدفعهم من اجل جني مصالح للانتماء لهذا الحزب، عدم استعمال وسائل الترغيب والترهيب من اجل نعم سيد الرميد الحزب المعين داخل الساحه السياسيه. نعم هذا هو ما كنا نلومه على السلطه السياسيه وما زلنا نلومه على ذلك. أنت ولا خير في أن نلومها إذا لم تكن محايدة. نعم أنت أثرت نقطة مهمة للغاية نود أن نأخذ فيها رأي. معنا السيد الطراف عبد الوهاب الطراف من المغرب، أعود إليه. تبقى معنا السيد الرميد، سأعود إليك. نقطة حياد الدولة ونزاهتها والنأي بنفسها واتخاذها لنفس المسافة من جميع الأطراف السياسية بصفتها ربما الضامن لنجاح عملية الاقتراع وهذا الاستحقاق المهم، ماذا تقولون بشأنها كمنظمة حقوقية تعنى بالملاحظة وليست المراقبة كما تصر على ذلك أنت؟ فيما يخص يعني الدستور كما قلت في المادة 11 ألزم السلطات العمومية بالتزام الحياد إيجابي تجاه جميع المرشحين وجميع الأحزاب السياسية، وبالتالي عدم تدخل يعني لصالح جهة معينة أو انتصار جهة معينة أخرى. نعم. أيضا المشرع وضع مجموعة من العقوبات، يعني شدد من العقوبات، وكنا هذه أيضا في التقارير السابقة نقول أنه ينبغي تشديد العقوبات بالنسبة لمن يمس. هو المشرع وكل التشريعات جميلة على الورق في الحقيقة، ما دوركم أنت؟ هل أنتم معنيون بجانب الحياد أيضا وملاحظته أم لا؟ حياد الدولة ومؤسساتها. نحن يا سيدي كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية من خروقات أو من مخالفات للمنظومة القانونية سنقوم بتقديم تقرير مفصل، والقانون حاليا 30/11 المنظم لشروط وكيفية إجراء الملاحظة الانتخابية يمنعنا من إدلاء بتصريح لوسائل الإعلام. حينما سنقدم تقرير بعد انتخابات إن شاء الله بعد 25 نوفمبر
سنقوم برصد وسنقوم بتقديم تقرير مفصل عن سير العمل الانتخابية منذ ليس فقط الحملة وما قبل الحملة بل حتى كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية وغير ذلك. اتضحت هذه الضمانات، شكرا لك سيد عبد الوهاب الطراف ممثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شاركت معنا من الرباط. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة. عالمك، صورك، رؤيتك، رأيك، شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك ليراها ويتفاعل معها العالم. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة أجندة مفتوحة التي نخصصها للشأن المغاربي والمغرب تحديدا، الانتخابات المغربية. أعود إليك السيد محمد الكثيري، الباحث والمختص في قضايا المغرب العربي وشمال إفريقيا. أراء الناخبين واتجاهاتهم، فالكثير من الأقاويل الآن وتوجهها أو ميولها إلى الخط الإسلامي بعد نجاح النهضة في تونس، هل تدعم هذا الرأي أم أنه إمكانية المفاجأة واردة في المغرب؟ إذا كان سأشرح لك يعني نقطة جد مهمة، يعني كلما كانت نسبة المشاركة ضعيفة كلما كانت يعني فوز ساحق للعدالة التنمية يعني قليل جدا، يعني حظهم في الفوز الساحق مع مشاركة ضعيفة بدون شك. يعني توجد أحزاب داخل الساحة السياسية اللي عندها مؤيدين دائما يشاركون في العملية السياسية ودائما يصوتون لهذه الأحزاب هذه المتواجدة داخل الساحة السياسية، الأحزاب يعني الكبرى. حتى نفهم أكثر، إذا كانت نسبة المشاركة ضعيفة ترجح أن تفوز العدالة والتنمية، يكون حظها من فوز كاسح ضعيف جدا. تفوز إذا كانت لكن ليس بفوارق كبيرة، يعني سنكون في نفس السيناريو اللي كنا فيه في الانتخابات السابقة 2007، يعني النسب ديال الكراسي تقريبا يعني متساوية بين الأحزاب الكبرى. نعم. وتبدأ عملية البحث عن حكومة ائتلافية توافقية. نعم. بدون شك إذا استطلعنا الرأي ديال الشارع المغربي بدون شك يعني ينظر في حزب العدالة والتنمية كما ينظر إلى حزب النهضة داخل تونس أو أحزاب إسلامية في بلدان أخرى بأنهم أحزاب نزيهة. قد يقول قائل القصة مختلفة نوعا ما، زخم الثورة دفع بالناس لأن تشارك بكثافة كما تبعت ذلك. في المغرب يفتقد هذا الزخم ويرجح بعض المراقبين نسبة مشاركة ضعيفة، أليس من شأن هذه النسبة الضعيفة إذا ما حدثت أن توجه ضربة أيضا للإصلاحات الدستورية والاستفتاء الذي قامه الملك ونجح فيه؟ خليني أعود النقطة اللي ذكرنا من قبل، يعني على مستوى ديال رأي الشارع ونظرته للحزب العدالة والتنمية، هي تنظر فيها بأن الناس نزهاء بأنهم يمكن أن يقوموا بدور تغييري وإصلاحي داخل البلد فيما يتعلق الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وهذا هو الذي يهم الشارع المغربي. نعم. أكثر من أي جوانب أخرى. فيما يتعلق بنقطة بأن المشاركة الضعيفة ربما تكون يعني ضربة للإصلاحات. نعم. الدستورية، أراها بأنها يعني نقطة لا يمكن الجزم هل ستكون يعني ضربة للإصلاحات الدستورية، وإنما يعني تكون يعني نقطة غير إيجابية في هذا المسار الإصلاحي هذا، لأن مشاركة الشباب مشاركة جد مهمة ليس فقط لها استحقاقات 25 نوفمبر وإنما للمستقبل. أنت ذكرت الشباب، ألقف هذا الخيط لأرحب بضيفي من الرباط مصطفى القمري الناطق باسم حركة 20 فبراير وأغلبها شباب في الحقيقة، وهو قد انضم إلينا الآن. سيد القمري أهلا بك. وددت أن أسأل كما يسأل الكثيرون في الحقيقة، لماذا أنتم مقاطعون؟ للتصحيح فقط، أنا لست ناطقا رسميا باسم حركة 20 فبراير، أنا عضو في حركة 20 فبراير تنسيقية الرباط من الحركة. إذا لست بعيدا. نعم.
مقاطعة الانتخابات هو موقف اتخذته حركة 20 فبراير عبر مختلف التنسيقيات التي تمثلها في مختلف مدن وقرى المغرب. لماذا؟ المقاطعة هي موقف يدخل ضمن حقنا في التعبير عن رأينا الذي يكفله الدستور الحالي وتكفله كل المواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب. المقاطعة اتخذت بطريقة ديمقراطية وبطريقة مدروسة وليست اعتباطية وانفعالية. نؤمن اليوم بأن الشعب المغربي يستحق الديمقراطية الحقيقية والكاملة. نؤمن أن الشعب المغربي هو لكن عفوا الديمقراطية الحقيقية والكاملة أساسها الأحزاب والانتخاب. أنتم ليس فقط قاطعتم بل دعوتم المغاربة لأن يقاطعوا أيضا، أليس في الأمر تناقضا؟ أجل، لأنه الانتخابات تجري في ظل دستور قاطعناه ورفضناه آلية ومضمونا، دستور يكرس نفس المنطق في الحكم الذي يفرض وصاية على الشعب المغربي لا مبرر لها، يسلبه السيادة ويفرض عليه عدم الأهلية. نحن نقول بأنه الشعب المغربي أصبح اليوم ناضجا لأن يحكم نفسه بنفسه في إطار ملكية برلمانية يكون فيها الملك حكما لا حاكما، وتكون فيها السلطة والسيادة للشعب والكلمة الأولى والأخيرة للشعب، وهذا ما لا تتوفر في هذه الانتخابات، لأنه لا رهان عليها، هي مجرد مسرحية نرفضها جملة وتفصيلا. نعم، ألا تؤمنون أيضا بمبدأ المشاركة والتصحيح والإصلاح من الداخل؟ هناك البعض يرى أن منطق المقعد الشاغر والجلوس على الربوة لا يقدم الكثير في العمل السياسي. يا سيدي، لقد جربنا هذا المنطق منذ الاستقلال وحتى الآن، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت هي تعليم متخلف، صحة متدهورة، بنية تحتية مهترئة، وترتيب مخجل على كل السلالم التي تفرزها المنظمات الدولية الخاصة بالتنمية البشرية. لقد وعدونا كثيرا بالانتقال الديمقراطي ولم يفوا أبدا بوعودهم. نحن نقول اليوم أننا سئمنا من الوعود وجاهزون للديمقراطية. الانتخابات التي لا تفرز لنا مجلسا برلمانيا كامل الأهلية لا نريدها. الانتخابات التي لا تفرز لنا حكومة كاملة السلطة على الآلية التنفيذية لا نريدها. الانتخابات التي لا تضمن لنا سلطة قضائية مستقلة لا نريدها. لذلك نعم، نحن مقاطعون. طيب، سؤال قبل أن أمضي، معنا أيضا ضيف على الهاتف ممثل العدل والإحسان، أنتم أيضا يشارككم في هذه المقاطعة العدل والإحسان، هل من تنسيق بينكما بين الطرفين أم أن الأمر محض صدفة واتفاق سياسي غير مقصود؟ لا يوجد أي اتفاق بيننا وبين جماعة العدل والإحسان. حركة 20 فبراير حركة مستقلة، حركة تمثل مختلف الإيديولوجيات والأطياف والحساسيات التي توجد في المغرب، ولا يوجد أي تنسيق بيننا وبين أي تنظيم قد دعا هو أيضا إلى المقاطعة. لا تخشون من أي تصنيف إذن مع أطراف يصفها البعض بالراديكالية تقف على يمين العدالة والتنمية كالعدل والإحسان وأنتم حركة شبابية؟ سأقول لك شيء. نعم. الراديكالية هي نتيجة لانعدام الديمقراطية، التطرف هو نتيجة للفساد والاستبداد. نحن حركة ديمقراطية حداثية، كل ما نريده هو الديمقراطية في إطار ملكية برلمانية على النمط الدولي التي تحترم نفسها. نعم، شكرا لك، تبقى معنا سيد القمري. معي الآن عبد العزيز رباح، عضو المكتب السياسي في حزب العدالة والتنمية، وأنتم مشاركون ومشاركون بكثافة ودعوتم أنصاركم للمشاركة. استمعت إلى ما تفضل به السيد القمري الآن، هل من تعليق على ذلك بدءا؟ أولا سيدي، لابد أن أشكركم على هذه الدعوة، ولابد أن يكون هناك توضيح. الذين يقودون الآن 20 فبراير ويدعون إلى المقاطعة هي حركة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي واليسار الموحد. يجب أن نكون واضحين، الحركة غير مستقلة ككيان، هي فيها عدة أطياف، هذه الأطياف الثلاثة هي التي تدعو إلى المقاطعة، وهؤلاء هم الذين الآن يتبنون المقاطعة داخل 20 فبراير. أما هناك أطياف أخرى من الشباب في 20 فبراير لا يدعون إلى المقاطعة. وأعطي على سبيل المثال شباب كثيرون كانوا من شباب العدالة والتنمية، وكانوا من شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانوا من شباب التقدم والاشتراكية، وهذه كلهم أحزاب تشارك في العملية الانتخابية. فحركة 20 فبراير لا تدعو إلى المقاطعة، وإنما تدعو فيها في أراس إلى المقاطعة. ثانيا،
المشكلة في بلادنا هي مشكلة نزاعة الانتخابات. فإذا بعد هذا الدستور الذي شارك فيه المغاربة اليوم معركتنا مع نزاعة الانتخابات. ما الذي تغير اليوم إذا سيد عبد العزيز؟ ما الذي تغير حتى هكذا فجأة تصبح الأمور نزيهة وأنت أشرت إلى غياب هذه النزاعة في السابق؟ نحن كنا نشارك في ظروف صعبة ونؤمن بالمشاركة في ظروف صعبة، وكل نضالات الحركات السياسية في العالم العربي والإسلامي هي أن تشارك وأن تناضل من أجل المشاركة وأن تكون هناك تعددية ومن أجل نزاهة الانتخابات. معركتنا اليوم هي من أجل نزاهة الانتخابات ضد الفساد والاستبداد، وأن نطهر وأن ننقي المؤسسات من كل المفسدين ومن كل المستبدين. لكن أيضا أنتم كحزب مشارك، اسمح لي أن أسأل سيد عبد العزيز، أيضا أنتم كحزب مشارك يوجه إليكم لوم اختياركم الأعيان وذوي النفوذ القبلي والعشائري والوجاهة الاجتماعية لنقول وليس الوجاهة السياسية. يا أستاذي ربما أنت لا تعرف حزب العدالة والتنمية جيدا. لا أعرفه. يعني حزب العدالة والتنمية جيدا يركز على كل فئات الشعب المغربي، بالعكس الذي هو يتحدثون عن الأعيان وعن الوجاهة. أنا أنقل لك انتقادات من داخل المغرب وليس للأمر أي علاقة بمعرفتي أو عدم معرفتي بالحزب. لا يوجد، أنا أتحدى لم يكتب ولو حرف واحد حول هذا الموضوع. الحزب الذي بقي أبناؤه أوفياء إليه، والحزب الذي ينفق على كفاءة المغاربة، كانوا أغنياء أو فقراء، كانوا مثقفين أو غير مثقفين، كانوا يعني عندهم تجربة سياسية قديمة أو تجربة سياسية جديدة، هو حزب العدالة والتنمية، وينتقي أفراده بنزاهة عالية، والدليل على ذلك واضح. فقط تبقى معنا سيد عبد العزيز. نعم، حتى لا نتجاوز هذه النقطة، معنا في الاستوديو سيد محمد الكثيري، أراك تبتسم حينما نفى هذه الاتهامات سيد عبد العزيز، هل لك أن توضح أم أن هذه الصفة يشترك فيها كل الأحزاب المغربية حسب ما قرأت واطلعت؟ بدون شك، يعني الأحزاب، رغم الأحزاب التي تدعي بأنها ديمقراطية وتعتمد اللعبة السياسية بطريقة عصرية، تستخدم ما هو قديم وما هو جديد. نعم. والقديم هنا هو استخدام الأعيان الوجهاء ماليا بدون شك، وبعض الأسماء يعني تم قرنها بحزب العدالة والتنمية كرجل أعمال من مدينة طنجة، أو رجل كان يعني في سلك القضاء، تم كذلك يعني رجل في أعمال ثري يتقدم على مناضل حزبي له شرعية نضالية وتاريخية في الحزب ربما. هذا مؤكد. لا أقول يعني أسماء كانت يعني باعتبارهم وجهاء ورجال أعمال تم إدماجهم يعني في حزب العدالة والتنمية، ربما تكون يعني النسبة أقل بكثير جدا مقارنة بعض الأحزاب التي تعتمد يعني بطريقة كبيرة على الأعيان في الانتخابات. وإنما هذا النوع من العمليات السياسية يعني يتم استخدامها في كثير من الأحزاب. نعم، دعنا نأخذ شهادة أخرى من داخل المغرب من حركة 20 فبراير. هذه النقطة سيد القمري، وأنت مطل أكثر مني على المشهد المغربي من داخله، هل تشترك فيها فعلا كل الأحزاب أم أن الأمر الذي نفاه سيد عبد العزيز منذ حين هو الصحيح؟ كل المؤشرات تدل على أن الأحزاب السياسية المغربية حاليا هي لا تبحث عن الشرعية الديمقراطية، هي أحزاب تشبه جماعات المصالح وجماعات الضغط وتبحث على المقاعد بأي ثمن. كل الأحزاب التي تشارك في الانتخابات حاليا اعتمدت بشكل كبير على الأعيان ولم تعتمد أساسا على مناضليها ذو الشرعية النضالية. أليست هذه عدمية سياسية؟ الأحزاب أم الانتخاب وأم الديمقراطية وأساسها أيضا كما يقال، أليست هذه عدمية أن نقدح في كل الأحزاب وتشكيلاتها وخططها أيضا؟ يا سيدي، نحن نناضل من أجل أن تكون السلطة للأحزاب، هم للأسف يرفضون أن تكون لهم سلطة، هم يريدون فقط أن يقتاتوا من باقي المائدة، لا يريدون سلطة، نحن نريد لهم السلطة، نحن ننزل إلى الشارع من أجل الضغط على السلطة في المغرب، من أجل أن تعطي السلطة للأحزاب عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة تكون فيها الكلمة للشعب. لكنكم أيضا يقول البعض تعطلون الإصلاحات الدستورية التي أعلنت في يوليو الماضي وتم استفتاء الشعب المغربي عليها وشارك بكثافة واستفتى بنعم، وأنتم تقفون لوحدكم ضد هذه الموجة الإصلاحية.
الاستفتاء الذي تتحدث عنه استفتاء نطعن في مشروعيته، استفتاء كنا مقصيين من التعبير عن رأينا في الإعلام، استفتاء تم فيه التجنيد البلطجية للاعتداء على مناضلي حركة 20 فبراير، استفتاء تم فيه استعمال المساجد والأئمة لحث الناس على الاستفتاء على التصويت بنعم وجعله كأنه استفتاء على الملكية في المغرب عوض أن يكون استفتاء على الديمقراطية. الاستفتاء لا نعترف به، والدستور الجديد الذي يطبلون له نعتبره دستورا غير ديمقراطي لأنه لا يفصل بين السلطة القضائية والتشريعية، والتنفيذية لا زالت كلها بيد الملك، ولم يتم بعد ربط مبدأ ممارسة السلطة بالمحاسبة. مطلبنا واضح، نريد ملكية برلمانية الآن. نعم، واضح مطلبكم سيد محمد. حتى نعود لنلتصق أكثر بموضوع الانتخابات، الحملة الانتخابية يصفها البعض باللامبالاة أنها تمضي هكذا دون انتباه الناس، بالبرودة أيضا، هل هو الشتاء المغربي فقط أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ ربما يعني تتكلم على بعض أيام، يعني بداية الحملة الانتخابية داخل المغرب. نعم، ولكن لا يمكنني وصفها بهذا الوصف لأنه ربما وصف يعني قاسي على قيل باردة من ملاحظين مغاربة من داخل المغرب بالمقارنة بالحراك الشعبي اللي كان في فبراير ومارس. نعم، ربما بهذه الطريقة يمكن نظر لها من هذه الزاوية هذه، ولكن يعني نوجد في نقطة من الزمن مبكرة للحكم على الحملة الانتخابية، يعني ننتظر حتى نهايتها وخصوصا الأيام الأخيرة يعني من الحملة ونحكم على ذلك. ولكن عندي نقطة يعني على نقطة المقاطعة التي نعم. قالها حركة 20 فبراير أو العدل والإحسان، أنا غير متفق على منطق المقاطعة من أجل الشباب، يعني ولو عدم اتفاقهم على بعض النقاط في الإصلاح الدستوري أو في العملية السياسية ديال المغرب، دائما من الأحسن لنقطتين، هو المشاركة من الداخل من أجل فهم قواعد اللعبة السياسية ومن أجل التأثير. لكن كما يقول تجارب سابقة لم تدعم هذا الخيار، خيار التغيير من الداخل. التجارب السابقة المغاربة ديال بداية عهد الاستقلال إلى يومنا هذا، ليس يوجد فرق بينهم. الحمد لله المغاربة يعني عندهم تعليم، الشباب يعني له تكوين ومعرفة بالخبرة السياسية داخل البلد وبتجارب في مناطق أخرى في العالم، ورغم ذلك التكنولوجيا تسمح للمواطن من التعبير، يعني الإعلام مفتوح وهذا أحسن مثال. نعم. يعني نعم. فتوجد أشياء تختلف عن القبل، يعني تقوي المواطن في العملية السياسية، فبالتالي المشاركة هي تدريب لنقطة تدريب، لأن المغرب فبداية الإصلاح السياسي نحن سندخل منطقة الجهوية، يعني تغيير بنية الدولة داخل الوطن. الحكم. نعم. ومن الشروط نجاح الجهوية هو وجود فاعلين سياسيين داخل البلد، وعندما نتكلم عن المستقبل يعني نتكلم اليوم عن الشباب، إذا لم يشارك لن نجد هاد السياسيين في المستقبل. على كل التدريب ممكن يكون حتى بالمعارضة ليس فقط بالموافقة دائما. سيد القمري، تنظمون غدا على ما أعتقد مسيرة كبرى لدعم ورفع أصواتكم عاليا بالمقاطعة، ألا يتضارب هذا مع مبدأ الحملة الانتخابية والبهجة التي تسود وهذا النفس الاحتفالي أيضا لدى الأحزاب؟ هل تخشون احتكاكات ما؟ أولا يجب الإشارة فقط إلى أنه حركة 20 فبراير لم تكن موجودة إبان 2007 عندما كانت آنذاك الانتخابات البرلمانية وقطعها 80% من الشعب المغربي. الشعب المغربي أصبح واعيا بأنه الانتخابات في المغرب مجرد مسرحية لا طائل منها، وبأنه زمن الديمقراطية الحقيقية قد أصبح جاهزا الآن. بالنسبة للغد، هناك أكثر من 70 مدينة مغربية قررت الخروج تحت لواء حركة 20 فبراير للمطالبة وحث الناس على مقاطعة الانتخابات ولتجديد التأكيد على مطالبنا العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مسيراتنا هي مسيرات سلمية ولن نحتك بأي حد مهما كان، لقد جربوا مرارا أن يحتكوا بنا وأن يدفعونا إلى العنف، ولكننا كنا دائما رافضين لأننا نؤمن بمبدأ التغيير السلمي.
نعم، أسأل الآن سيد عبد العزيز رباع عضو المكتب السياسي في حزب العدالة والتنمية. يقول البعض سيد عبد العزيز بأنه انتصار النهضة في تونس وهي جوار إقليمي مهم لكم قد جعلكم أو قد جعل العزة أخذتكم بالإثم كما يقول البعض، وبدأتم تتنبؤون بالفوز حتى قبل عملية الاقتراع وتتهمون أطرافا رسمية بإمكانية التزوير إذا لم تفوزوا، وهناك حتى من لمح لإمكانية الانضمام إلى 20 فبراير والقوى المعارضة للاقتراع والانتخاب. هل هذا واقعي مثل هذا الكلام؟ يا أستاذ أنا أتمنى أن تعطيني الوقت، لأنه الدعوة إلى المقاطعة بالرقم يا أستاذ قبل أن أتحدث عن سؤال أو أجيب عليه. تفضل. الدعوة إلى المقاطعة هو تشجيع للمفسدين، لأنهم بأقل عدد الأصوات سيصعدون إلى البرلمان، لأنه سواء شاركنا أو قاطعنا ستكون هناك حكومة وسيكون هناك برلمان، يعني وبالتالي من يدعو إلى المقاطعة بمعنى أن أصوات نزيهة لن تشارك، وبالتالي لن تدعم الأحزاب النزيهة، فإذا هي تدعم من حيث لا تدريب أحزاب فاسدة، لأن يعني يكفي لبرلمان أن يشتري 2000 صوت فيصعد إلى البرلمان. هذا عن المقاطعة. فيصعب عليه شراء هذه الأصوات. المسألة الثانية، نحن يا أخي الكريم قبل حركة ماذا اسألوها هي استفادت من تجربة المغرب، تصريحات كثيرة للغنوشي كان يقول لا بد أن نقتفي تجربة المغرب في الانفتاح السياسي المتدرج. اليوم هناك دستور، يبدو أن البعض الذي يتحدث الآن عن الدستور ربما لم يقرأ الدستور، يتحدث اليوم عن حكومة حقيقية بصلاحيات حقيقية بقضاء مستقيم بمجالس منتخبة في المستوى، وبالتالي يبدو أن الناس يجب أن يقرأوا الدستور الجديد. يعني أنتم الآن في إشارة لهذا الدستور سيد عبد العزيز، في إشارة لهذا الدستور والجديد فيه على الأقل، هل أنتم جاهزون فعلا للاطلاع بأعباء الحكم إذا ما فزتم وتشكلون حكومة بقيادتها؟ يا سيدي، أي حزب سياسي يدخل لهذه المعركة الانتخابية إلا من أجل أن ينجح وأن يفوز، وإلا لا معنى أن يدخل الانتخابات، يدخل إلى الانتخابات وينتهي في حق كافة فئة الشعب المغربي، وإلا سنكون عنصريين، أن نكون فقراء ضد الأغنياء وإلى غير ذلك، أن نمتلك على كافة القوى الحية. لكن في السابق مع العثماني نأيتم بأنفسكم عن الاطلاع بأعباء الحكم. يا أستاذي نحن مستعدون، أقول لك مرة أخرى، نحن الحمد لله الآن العالم الإسلامي ما يسمى بالهلال الخصيب يبدو أنه بدأ يعود خصيبا، يعني من المغرب إلى ماليزيا هذه الثورات وهذه الحركات الديمقراطية وهذه المقالب الاجتماعية الآن تشجع التيار الديمقراطي في العالم الإسلامي. نحن نقول المهم يبدو من يفوز، نعم، أن تكون نزيهة، وإذا كانت نزيهة سيفوز التيار الذي يقود الجلال إلى بر الأمان ويخرج من الأزمة، ولا سيما أن الأزمة ستتفاقم في المستقبل مع أزمة منطقة اليورو التي يتعامل معها المغرب وهي الشريك الاستراتيجي وفيها 4 ملايين مغربي يعيشون في منطقة اليورو، فبالتالي نحن نحتاج إلى حكومة قوية اليوم بصلاحية قوية كما جاءت في الدستور، بانتخابات نزيهة لكي تكون عندها الشرعية ولكي تستطيع أن تستجيب للشرط طموحات، ونحن نعتقد وهذا من حقنا أن نحتل، نعتقد أن الحزب سيحتل المرتبة الأولى وأن هناك قوى محافظة ما أسميها أنا بقوى الردة عن الديمقراطية والتي تريد أن تنقلب عن الديمقراطية، نعم، والتي هي مجتمعة في تيارات الآن تشكلت من أجل أن تقف ضد حزب العدالة والتنمية. نعم شكرا. ما نطالب به أن ترفع يد خفية ويد علنية يدها عن هذه الانتخابات وأن تكون وزارة شكرا لك. نعم سيد عبد العزيز رباح وصلت الفكرة، عضو المكتب السياسي في حزب العدالة والتنمية، شكرا لك. دعونا فيما تبقى من الوقت نأخذ قراءة سريعة وأخيرة. سيد القمري، قراءتك للمشهد السياسي في المغرب بعد هذه الانتخابات بإيجاز. يا سيدي، التقطيع الانتخابي تم في دهاليز وزارة الداخلية، القوانين الانتخابية طبخت هناك، نحن نعرف مسبقا بأنه الحكومة القادمة ستتشكل من 7 أو 8 أحزاب، كيف يمكن لحكومة أن تشتغل في مثل هذه الظروف حتى وإن قلنا بأنه تمتلك بعض الصلاحيات القليلة جدا. نعم. يقول السيد الرباح بأننا لم نقرأ الدستور، قرأنا نعم الدستور جيدا، لم يبقى وقت للتعقيب على رأي السيد الرباح، ونعي جيدا بأن أنه ليس دستور نعم ديمقراطي ولا يضمن الحد الأدنى لحكومة لتمارس شكرا صوتها. لك كلمة أخيرة أختم معك سيد محمد، قراءتك للمشهد السياسي بعد الانتخابات. يعني أتمنى من الأحزاب المغربية أن تحمل مسؤوليتها التاريخية وتدخل بعض الديمقراطية داخل أجهزة الحزب، وفي نفس الوقت تطور عملها الحزبي. إلى حد الساعة لما تلاحظ نعم البرامج السياسية ديال الأحزاب
بعض الأوقات يعني متشابهة وضعيفة لا تغطي ما هو جانب اقتصادي أو العلاقات الخارجية المغربية. نعم نعم، شكرا لك. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي في الاستوديو، السيد محمد الكثيري الباحث والمحلل السياسي المغربي، أيضا من الرباط أشكر السيد مصطفى القمري العضو في حركة 20 من فبراير الداعية لمقاطعة الانتخابات، كما أشكر أيضا السيد عبد الوهاب الطراف الذي رافقنا عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تراقب الانتخابات ورافقنا في النصف الأول من حلقة اليوم. كذلك أشكر كل من كانت له مداخلة هاتفية معنا وتطول قائمة الأسماء. في الحقيقة لا يفوتني أيضا أن أشكر انتباهكم ومتابعتكم مشاهدين ومستمعين على بي بي سي. ألقاكم في أجندات مغاربية قادمة نفتحها معا، دمتم وإلى اللقاء.